السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم كلامكم. بعد جريمة خاشقجي، جريمة ضد فتاتين سعوديتين في أمريكا، بنتين من السعودية اتعملت معاهم نفس الجريمة اللي حصلت مع جمال خاشقجي بالظبط، بس فين؟ في أمريكا. ايه الموضوع؟ الموضوع باختصار ان البنتين طلبوا اللجوء في أمريكا، وبعدها بأيام تم التواصل معهم من قبل موظف في السفارة الأمريكية، وبعد كده اختفوا مباشرة. طيب، وبعد بلاغات بقى وبحث، لقوا البنتين فين؟ لقوا البنتين مقتولين ومربوطين ببلاستر من بقهم كده، ورجليهم مع بعض، الاتنين مع بعض. طيب، بعد سؤال والدتهم قالت ان في شخص من السفارة السعودية اتصل عليهم وهددهم. يعني ايه؟ يعني باختصار قصة مكررة من قصة مقتل خاشقجي، بس الفرق في المكان. النهاردة ما بقاش في مواطن سعودي آمن في أي مكان في الدنيا، في ظل وجود ابن سلمان في السلطة. ابن سلمان الكرسي عميه ومش شايف قدامه حاجة واحدة بس اللي شايفها، لقب الملك. إن شاء الله حتى يموت أبوه، المهم إنه يحصل على لقب الملك. واللي عنده استعداد عشان يحصل على اللقب ده يعمل أي حاجة عشان يوصل له، حتى لو هيقلب المملكة بحور دم، ما عندوش مشكلة، المهم إن ابن سلمان محمد يبقى الملك. النهاردة تركيا بتحصره من جديد بعد إعلان المدعي العام إن جمال خاشقجي تم خنقه وتقطيع جثته ثم التخلص من الجثة. وواضح إن التخلص من جثة جمال خاشقجي كانت بطريقة بشعة غير متخيلة، وهي والله أعلم ولسنا أهل اختصاص، ربما تكون بإذابة الجثة بالأسد. يعني أوغلوا في دمه وما اكتفوش بالجريمة، لكن قرروا إن هم يداروا على الجريمة بجريمة أبشع وأشنع تليق بحجمهم كمجرمين عتاة، كمجرمين كبار، كمجرمين بدرجة امتياز. الجريمة تليق بهؤلاء المجرمين بعد أن أوغلوا في دم جمال خاشقجي. هم دول بقى مجموعة المجرمين اللي بيحكمونا. واحد أباد أكتر من 4000 مصري أعزل في مجموعة من المجازر عشان يوصل للسلطة، والتاني أباد شعب كامل وهجره عشان الكرسي والبقاء في الكرسي، والتالت حاصر شعب اليمن وقتل وجوع عشان يعمل مجد شخصي يوصله اللقب الملك. بصوا يا جماعة باختصار، من السيسي البشار لابن سلمان لابن زايد، يا شعب يا عربي لا تحزن، فالنصر قادم. إذا كان الظلمة يتساوون في الظلم، وإذا كان ابن سلمان وابن زايد والسيسي وبشار أوغلوا في دماء شعوبهم وقتلوا بلا رحمة، فلا بد وأن هناك إله عادل سينتصر لتلك الدماء من هؤلاء الظلمة، شاء من شاء وأبى من أبى.